طب نقول لولادنا ايه نخليهم يركزوا في الدين اكتر؟ ازاي؟ القصص. القصص جميله جدا. احكوا مع ولادكم قصص الانبياء، ايه اللي عملوه قبل ما يناموا، خصصوا وقت صغير اقروا لهم قصه، اتكلموا معاهم، بتفرق جدا 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 في الولاد. حاجه كمان، نبتدي انا بابا وماما ابتدي اصلي قدامهم، اخدهم الجامع، اخدهم الكنيسه، ابتدي حاجات روتين يومي لازم يتعمل، نصلي، نشكر ربنا، نحمد ربنا، يبقى في امتنان، في شكر لنعم ربنا. دايما خلي ذكر ربنا على لسانكو. ليه؟ لان ولادنا بيسمعوا وبيتعلموا عن طريق السمع وطريق الحاجات اللي بتحصل قدامهم، فانتوا لما هتكونوا قدوه ليهم هتفرق جدا. دايما خلوا كل جمعه او على حسب كل حد، لو انتوا بتعملوا انشطه خيريه خليها دايما. الولاد الروتين اللي بيتكرر ده بيغرس جواهم ان دي حاجه خلاص انا حاببها وحابب ان اعملها. من الصغر لو اسسنا ولادنا على الدين السليم، على الحلال والحرام، ولادكوا فعلا هتطمنوا لما يكبروا.